صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، يا رب ان شاء الله يكون صباح مليء بسعة الرزق والخير والبركه على كل المصريين. ان شاء الله هنكون معاكم في هذا الصباح على مدار ساعتين، لدينا العديد والعديد من الفقرات، لكن النهارده هو يوم مميز ويوم هام جدا في حياه المصريين. 3 يونيو 2014 تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في البلاد. خلال السبع سنوات اللي مروا علينا لا ينكر أحد أن وجه الحياة في مصر تغيرت كليا. العديد والعديد من المشروعات التنموية، يكفي هذه الإدارة مشروع واحد فقط وهو مشروع العشوائيات. كيف يمكن أن تغير الحياة للبسطاء والفقراء على أرض هذا الوطن، تغير لهم حياتهم إلى حياة يعني نستطيع أن نقول حياة أدمية. شفنا إزاي شكل العشوائيات والحياة اللي كان بيعيش فيها الكثير من المصريين أو بعض المصريين، وإزاي انتقلت هذه الحياة إلى شكل مختلف في مختلف مناطق تطوير العشوائيات، الأسمرات واحد واثنين، ونتكلم في أماكن أخرى ليس فقط في القاهرة ولكن في محافظات أخرى. إن شاء الله على شاشة النيل الأخبار هيكون عندنا متابعة لهذه المسيرة وما تحقق من مشروعات تنموية من تغيير على وجه الحياة. هنتكلم معكم بالأرقام وكيف كان يمكن كيف تحقق تمكين الشباب، تمكين المرأة، شكل الحياة اختلف على أرض مصر. إن شاء الله هنكون معاكم على مدار ساعتين زي ما قلت لكم النهاردة في هذا الصباح، لكن نيل الأخبار خلال النهاردة وخلال الأيام القادمة هتتناول هذه المسيرة خلال السبع سنوات. إن شاء الله هيكون معنا موضوعين النهاردة في هذا الصباح. الموضوع الأول بيتعلق بين كيف يمكن للدولة أن تحتفي بأبنائها. كل عام بيتم الإعلان عن حدث هام جدا بيترقبه العلماء والمثقفين والمفكرين، وهو جائزة الدولة التقديرية. إن شاء الله السنة دي بنشوف جائزة الدولة التقديرية، المعاني والرسائل اللي عايزة تؤكد عليها الدولة من خلال اختيار المميزين من أبنائها في مختلف المجالات ومنحهم هذا الوسام الذين يستحقونه. عندنا موضوع تاني مهم جدا وخاص بالسياحة. الحمد لله احنا شفنا الفترة الأخيرة والإجراءات اللي تبنتها الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا، ازاي الدولة كانت بتقدر تحافظ على عجلة الاقتصاد وعجلة وإيقاع السياحة يمشي بشكل يتناسب مع ارتفاع وضولة الجائحة في مصر ومختلف دول العالم. فمن ضمن الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها تنشيط السياحة، وحتة مهمة جدا الوعي السياحي والأثري. دي مبادرة أطلقتها وزارة السياحة، مبادرة حكاياتنا دي بتهدف إلى تنمية الوعي السياحي والأثري لدى فئة مهمة جدا. احنا عايزين نطلع النشأ عنده هذا الوعي، ازاي يكون عارف قيمة الحضارة بتاعته، قيمة الآثار بتاعته، وازاي عارف يعني كيف يمكن استقبال السائح في مصر. هذه المبادرة خاصة بطلاب المدارس وتعريفهم بالاكتشافات الأثرية وأيضا بالمناحي السياحية الموجودة في مصر. ده طبعا بالإضافة لوقفتنا السبتة، هيكون معنا إن شاء الله قراءة في أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، بالإضافة لموجز لأهم الأخبار الرياضية والاقتصادية ووقفتنا أو الحوارية الثابتة. فاصل قصير وهنبدأ معاكم مقدمة سريعة كده على مدار نصف ساعة إن شاء الله، هنكون فيها جولات وجولات خاصة بالداخل المصري. خليكم معنا. يونيو 2018 الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بفوزه بنسبة 97% من الأصوات. خلال السنوات الماضية زي ما قلت لكم احنا هنتكلم معكم بالأرقام ما تحقق على وجه الأرض على الأرض المصرية من مشروعات تنموية وإنجازات على أرض الواقع. 14,762 مشروع تم إنجازهم في مختلف القطاعات بتكلفة 2207 مليار و300 مليون جنيه. هذا ما تم خلال في بعض من يعني عنصر واحد وهو عنصر المشروعات.
هناك بنتكلم على مشروعات الطرق، بنتكلم على مشروعات المدن الجديدة، بنتكلم على العاصمة الإدارية، بنتكلم عن كل هذا الأمر، وده اللي هنشوفه خلال في هذا الفيلم التسجيلي الوثائقي اللي بيرصد مسيرة 7 سنوات تحققت على أرض مصر خلال حكم وفترة حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نتابع. وصلت مسيرة العمل، وما بين الممكن والمستحيل طريق طويل كان لزاما على مصر أن تقطعه برغم المخاطر، وأن تطوي المسافات لتقهر التحديات وتضرب المثل في إدارة الأزمات وتبني أكبر نهضة تنموية في تاريخها المعاصر. أتى مشروع تنمية محور قناة السويس ثمارة بالعديد من الإنجازات المتتالية، من خلال مشروع تنمية شرق بورسعيد عبر النهوض بميناء شرق التفريعة وإقامة المناطق الصناعية واللوجستية والسكنية، وتحقق الوعد الرئاسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشمل إلى جانب تطوير ميناء بورسعيد تطوير موانئ الغردقة، نويبع والسخنة. وامتدت شرايين التنمية إلى قلب سيناء عبر بناء أضخم مشروع أنفاق شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، وتدفقت ينابيع الخير إلى أرض الفيروز عبر مياه صحار سرابي. لا يمكن طول ما أنا موجود مكاني ده والله ما أسيب الناس كده أبدا. ولم تنسى مصر ملف النهوض بالعشوائية عبر عشرات المشروعات الجديدة، ومنها مثالا لا حصرا مشروع حي الأسمرة ومشروع غيط العنب. لو الأمر يتطلب مننا إن إحنا ما ناكلش وما بقاش في وسطينا حد عايش كده. وتحقق حلم قديم بإنشاء العديد من التجمعات العمرانية الجديدة شرق قناة السويس عبر إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، وتغير شكل الحياة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس من مدن القناة إلى كافة ربوع سيناء. وتواصل البناء على أرض مصر عبر المزيد من المشروعات القومية الكبرى. وواصلت مصر مسيرة التحدي والبناء بإنشاء أكبر مشروع سكني في تاريخها المعاصر، المشروع القومي لبناء 1,000,000 وحدة سكنية. وتغيرت وجه الخريطة العمرانية بإنشاء عشرات التجمعات السكنية تتقدمها 22 مدينة سكنية جديدة. وامتدت مسيرة البناء في كافة أرجاء مصر، وظهرت للنور المراحل الأولى لإنشاء مدينة العالمين الجديدة ضمن مشروع متكامل لتنمية الساحل الشمالي، مدينة مصرية بروح عالمية. وآن الأوان لتعلن العاصمة الإدارية الجديدة عن وجودها كدرة التاج في المدن المصرية الذكية، كواجهة حضارية تليق بأمة مصرية تتوق إلى مستقبل واعي. لازم نغير واقعنا ولازم نبني بلدنا بإيدينا. شيدت عشرات المحاور والكباري العملاقة، وكان آخرها محور تحيا مصر كجزء من محور السخنة الضبعة. هذا المحور الذي شهد نجاح مصر
في ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وفقا لأعلى معايير الإنشاء العالمية، متوجة إنجازاتها في هذا المجال بمحور وكبري رود الفرج الملجم، والذي استحق أن يسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بوصفه أعرض الكباري الملجمة حول العالم. الشبكة القومية هتعطي قدرة حقيقية على ربط مصر ومدنها ومحافظاتها بشكل أفضل كتير من اللي موجود فيها، يبقى في بنية أساسية متطورة لدولة محترمة. البلد بتقول، مصر بتقول. وآلت مصر على نفسها إلا أن تحقق الاكتفاء الذاتي من غذائها عبر خطة طموحة تهدف لاستزراع واستصلاح 1.5 مليون فدان. الموضوع بتاع المليون فدان مش استصلاح عبارة عن بير مية بنحفره، احنا عايزين نعمل ريف جديد متنظم مترتب، كل حاجة فيه للأهل اللي هيروحوا. هكذا تغير لون الصحراء في منطقة الفرافرة كخطوة أولى. الهدف من الصور إن المواطنين تاكل كويس، احنا مش هنصدر قبل ما نكفي احتياجات السوق المحلي. سرعان ما أعقبها المزيد عبر أضخم مشروع مصري من نوعه للبيوت والصوب الزراعية في نطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية غرب منطقة الحمام وفي اللاهون بالفيوم والعاشر من رمضان وأبو سلطان وغيرها. ولتوفير رغيف خبز آمن كان المصريون على موعد تنموي جديد بإنشاء المركز اللوجستي لتخزين وتداول الحبوب، رؤية مصرية تنموية لطالما راعت حق المصريين في تأمين احتياجاتهم الحالية والمستقبلية من الغذاء. وتوالت الإنجازات في مجال أعمال البنية الأساسية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي وتحلية مياه البحر. يتعامل مشروع لاستزراع سمكي قد يكون الأكبر على مستوى مصر. وهكذا نجحت مصر في بناء أحد أكبر مشروعات الاستزراع السمكي حول العالم في بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، نقلة نوعية للارتقاء بثروة مصر السمكية، منظومة متكاملة للاستزراع والتصنيع والتغليف وإنتاج الأعلاف مع إمكانات مستقبلية كبرى بتصدير الفائض إلى الخارج. نتكلم في 6 مصانع لصالح الاستزراع السمكي. قفزة تنموية صارت جنبا إلى جنب مع الانتهاء من إنشاء أكبر تجمع مصري لاستزراع الأسماك عبر أحواض الترسيب في نطاق قناة السويس. كان العمل ولم يزل يمضي على قدم وساق، ونجحت مصر في تخطي كافة العقبات وصولا إلى الهدف. وتحقق وعد جديد ببناء مشروع هضبة الجلالة، أرقى المنتجعات السياحية المصرية المتكاملة في العين السخنة بل وفي مصر كلها. وانطلق المارد المصري ليحقق المزيد من المشروعات القومية العملاقة في مجالات الطاقة باكتشاف العديد من آبار النفط والغاز، متوجا هذه المشروعات باكتشاف حقل ظهر. احنا بالفعل انجزنا مهمة الكهرباء والغاز بكل المصانع اللي موجودة بتعمل في مصر واللي هتعمل في مصر. نهضة مصرية مماثلة تجلت بإنشاء العشرات من محطات توليد الطاقة الكهربائية في العديد من المحافظات المصرية. وتواصلت الإنجازات التنموية بإنشاء العديد من القلاع الصناعية وفي القلب منها مدينة الأثاث بمحافظة دمياط. وشهدت صناعة البتروكيماوية إنشاء المزيد من الصروح الإنتاجية، كان آخرها مجمع العين السخنة والذي يشمل 9 مصانع كبرى في مجال البتروكيماوية. هذا فضلا عن مجمع مصانع الأسمنت في بني سويف وغيرها من المصانع الجديدة. هو إيراد 90 مليون قليلة ولا إيه؟
ويبقى الأمل أن تظل الصحة تاجا على رؤوس المصريين. في هذا الجانب حققت مصر نقلة كبرى بحملة 100 مليون صحة والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة عشرات المستشفيات الجديدة. مصر بتطلع قدام بإرادة شعبها، بأمل شعبها. وتأبى الإرادة المصرية إلا أن تبقى أبية قوية رغم التحديات، وتشرق شمس تنموية جديدة عبر مسيرة من العطاء والبناء في كافة أرجاء مصر. يعني ده كل بعض من كل، يعني الواحد بيحس ان هو بينهج وهو بيتابع حجم هذه المشروعات وحجم الانجاز اللي موجود على الارض. كافه المحافظات المصريه بتشهد تغيير، وجه الحياه بتغير في مصر، ويمكن يعني المراقبين والمتابعين قد ايه بيشوفوا كيف تغيرت وبيرصدوا كيف تغير هذا وجه الحياه على ارض مصر في مختلف مناحي الحياه. وده اللي هنسأله الدكتور شريف الخليبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. صباح الخير يا دكتور شريف. صباح النور. فندم، يعني لو حبينا نضع عنوان للسبع سنوات اللي فاتوا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والوضع التنموي، ايه العنوان المناسب من وجهه نظر حضرتك؟ اعجاز. اعجاز باختصار شديد ما حدث بكل المقاييس، زي يعني الاقتصادية، العلاقات الدولية، التنمية البشرية، التطوير الاجتماعي، الرعاية الصحية، تمكين المرأة، إعجاز ما حدث هو الحقيقة يعني كان لا يمكن أن يصدق. وخلينا نتذكر كيف كانت بداية هذه الفترة المباركة في تاريخ مصر. صحيح، يعني فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي فما عايزين نشرح للناس يعني كيف استطاعت الدولة ان هي يعني تسير في هذه المعادلة الصعبة، ان هي تحافظ على معدل التنمية وفي نفس الوقت تقيم هذه المشروعات التنموية اللي غيرت شكل الحياة المصرية ولسه مستمرة حتى هذه اللحظة. يعني اخر هذه المشروعات يعني بعضها وليس كلها هو مبادرة حياة كريمة، يعني كيف استطاعت الدولة ان هي تسير في هذه المختلف الضرب، تمشي في اكتر من اتجاه وفي نفس الوقت ان هي تحافظ على معدل التنمية؟ بداية لازم نتذكر عشان يتم تنمية اقتصادية واجتماعية يجب ان تكون الامور مستقرة في الدولة، ويجب أن تكون العلاقات الدولية على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي تكون علاقات قوية. كلنا نتذكر كيف كانت علاقات مصر في بعد ثورة 30 يونيو لسوء فهم البعض ولسوء نية البعض، وكيف أنه بمقتضى الحكمة والاقتدار وبحب السيد الرئيس لبلده، حب الزعيم لبلده والأهل بلده، استطاع أن يتغلب على كل هذه العقبات في مدة وجيزة. وكلنا نتذكر أنه حينما تولى السيد الرئيس الحكم سنة 2014 وكانت علاقات مصر مع القارة الإفريقية يعني غير جيدة، فإذا مصر تختار سنة 2015 لتمثل القارة الإفريقية كلها، ويلقي السيد الرئيس كلمة القارة الإفريقية في مؤتمر المناخ في باريس، اللي هو أنا بتصور أن هذا المؤتمر هو كان بداية لتصحيح الأوضاع على الكرة الأرضية بالنسبة للمناخ. ده البداية. طبعا التأكيد والإصرار والحزم في إيجاد الجو الآمن والسلام الاجتماعي في مصر ومحاربة الجماعات الإرهابية بمنتهى القوة والحكمة وبدون أن يكون هناك رد فعل سلبي على أنشطة الحياة لباقي المصريين، أيضا ده كان عنصر آخر. دي معادلة برضو صعبة برضو. صحيح طبعا. بعد كده الحقيقة كان يعني البرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي هو ابتدى بشكل علمي وعملي
من خلال انشاء بنية تحتية، لان علشان تعمل تنمية اقتصادية لازم يكون عندك طرق كويسة، لازم يكون عندك كهرباء كويسة، لازم يتم تطوير المواني، لازم يتم تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة، لازم يتم توفير المساكن، لازم يتم التصدي لمشكلة من المشاكل اللي أرقت مصر لأكثر من 20 من 30 سنة، اللي هي مشكلة العشوائيات. فكان هناك وضع اللبنة أو وضع البنية الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، اللي الحقيقة يعني تمت بشكل أكثر من رائع. وعلى فكرة أنا لما بقول كده، أنا الشهادات التي جاءت تشيد بمصر في كل مراحلها منذ عام 2015 حتى يومنا هذا، كلها شهادات دولية، كلها شهادات من مؤسسات لها اسمها ووضعها. أيضا تلا ذلك هو الإصلاح المالي، الإصلاح المالي من خلال تعويم قيمة الجنيه المصري عشان يكون هناك واقعية، وأيضا يكون هناك محاربة للأيدي الخفية التي حاولت أن تحصل على إيداعات وتحويلات المصريين في الخارج من الخارج. طب وده تم أيضا بنجاح، وكلنا شهدنا بذلك، ونحن الآن نرى أن حتى في ظل جائحة كورونا ما زال الجنيه المصري قويا، وأيضا أصبح من أهم 12 عملة على مستوى العالم كله. طيب ماذا حدث بعد كده؟ ده أي حدث؟ طب تفضل يا دكتور، تفضل. حدث برنامج الإصلاح الاقتصادي. يبقى إحنا مهدنا بعلاقات دولية متميزة مع كل الدول الفاعلة في العالم كله، مهدنا ببنية أساسية قوية، مهدنا بخطوات إجرائية للإصلاح المالي، مهدنا بتطوير البنية الأساسية التشريعية من خلال قوانين محفزة للاستثمار ومحفزة للإنتاج. كل ده خلاص أوجد مجتمع مستقر، كان برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي هو لأول مرة في تاريخ مصر، يعني في 7000 سنة، طول عمر مصر التعمير يتم في 7% على الأكثر من مساحة مصر اللي هي الوادي والدلتا. الآن برنامج الإصلاح الاقتصادي عندما بدأ وكان موضوعا بخطة محكمة وبنية صادقة، يعني أنا بعتبر الحقيقة مفتاح نجاح مصر في هذه الفترة هي النية الصادقة للقيادة السياسية والالتزام الأخلاقي وعلاقته بالله سبحانه وتعالى اللي ساعده أن يتم تحقيق ده، تحقق إن شاء الله. ننتظر المزيد. يعني حضرتك أجزت فأحسنت يا دكتور شريف. الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أشكرك جزيل الشكر. وأعتقد إن إحنا يعني محتاجين إحنا كلام كتير عشان نتكلم على 7 سنوات ما تحقق من مشروعات تنموية وما تحقق من إنجازات على وجه الأرض. إن شاء الله هنكون معاك وعلى مدار اليوم وعلى مدار الأيام القادمة نرصد هذه الإنجازات. طب بعد الفاصل هيكون موجز لأهم الأخبار الرياضية، وبعده إن شاء الله هتكون زميلتي ماجدة القاضي معاكم متابعة لهذا أخبار أو موضوعات هذه الحلقة في هذا الصباح. خليكم معنا.